فيفي يوسف. فيفي يوسف فنانة حققت من الشهرة ما تجعلنا نتساءل ونعرف عنها الكثير والكثير عن حياتها الشخصية. هي الفنانة التي كان ظهورها على الشاشة مشاهد بسيطة، ولكنها استطاعت أن تحقق نجاحات معقولة، ولكن أيضاً لا تتناسب مع إمكانياتها الفنية. الفنانة فيفي يوسف التي لم تتأثر بتأخر نجوميتها، هل تعلم كيف كانت بداياتها وأهم المحطات الرئيسية في حياتها الفنية؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فأنت مدعو معنا للتعرف على الفنانة عن قرب، فتابعونا. إذا كانت هذه هي المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجابا للفيديو. ولدت الفنانة فيفي يوسف واسمها الحقيقي زهرة يوسف نسيم في يوم 28 إبريل عام 1920 بالقاهرة، وهي من أصول يهودية. بدأت مشوارها الفني وهي في 24 من عمرها بعد أن اكتشفها صناع الوجوه الجديدة، فأسند إليها دور صغير في فيلم بنت البلد مع الفنان إسماعيل ياسين، وقد اجتازت أول خطوة بنجاح ساحق. فأسند إليها في تلك الفترة دور الخادمة في فيلم بنت 17 مع الفنانة زبيدة ثروت، والخطايا مع الفنانة نادية لطفي. اشتهرت في الخمسينات والستينات وشاركت في العديد من الأفلام، وتميزت بعدم التزامها بنمط واحد طوال مشوارها الفني، بل حرصت على التنوع واختيار الأدوار المختلفة التي أضافت إلى رصيدها الفني. فعلى الرغم من أنها بدأت بأدوار ثانوية كخادمة أو عاملة بفندق، إلا أنها استطاعت بمهارة تجسيد دور الأم الأرستقراط التي تحرك الأحداث وفق هواها، حيث تألقت عام 1963 في دور الأم بفيلم عائلة زيزي مع فؤاد المهندس، وفي فيلم المراهقان مع يحيى شاهين. أما عن الأدوار الأرستقراط فكانت في الدموع الساخنة مع ميرفت أمين عام 1976، ومع فريد شوقي في كيدهن عظيم عام 1983، وقدمت أيضا أعمالا أخرى مثل الحب فوق هضبة الهرم، الاحتياط واجب، هذا الرجل أحبه، فتاة الاستعراض، كما قدمت العديد من الأعمال التلفزيونية المتميزة، ومنها الزوجة أول من يعلم مع زهرة العلا، أولاد آدم مع محمد العربي، عائلة الأستاذ شلش مع صلاح ذو الفقار، هند والدكتور نعمان مع كمال الشناوي، وأخيرا الثعلب مع نور الشريف. صحيح أنه كما يبدو أنها شاركت في أفلام سينمائية قليلة، لكنها مثلت كثيرا في المسرح في فرقة رمسيس ليوسف بيك وهبي، وقد سافرت على مدار السنوات مع فرقة المسرح لتعرض في العراق وتونس والمغرب وسوريا وبلدان عربية أخرى. ومن أعمالها المسرحية كرسي الاعتراف، المفتش العام، كلام فارغ، جلفدان هانم. أما عن حياتها الشخصية فكانت متزوجة من الأستاذ شكري عبد الوهاب، والذي كان يعمل في الإدارة العامة لفرقة الفنانين المتحدين، وأنجبت منه أولادها. وفي يوم 6 مايو عام 1995
توفيت الفنانة تاركة وراءها بصمة مميزة في الفن الأصيل. برأيك عزيزي المشاهد، في أي الأدوار اقتنعت أن الفنانة فيفي هي فعلا سيدة أرستقراط؟ وفي أي الأدوار أقنعتك أنها حقا خادمة؟